أصدقائي مرحبا. اليوم راح أسوي لكم تور بسيطة في الويب سايت. بما أنه كثير من المسابقات صارت معتمدة على الويب سايت كمصدر أساسي للمعرفة والتعرف على الأقمشة، راح أراويكم تور بسيط كيف ممكن نتنقل خلال الويب سايت، كيف نقدر نعمل سيرش. راح تشوفون شكد بسيط وسهل. فهسه احنا راح نشوف هذا الويب سايت دخلنا عليه اللي هو yaserandmayaser.com. طبعا في جزئين من الأقمشة، الجزء اللي هنا اللي هو الفابريكس، هذه هي البضائع الموجودة، والأبكومينج فابريكس هي البضائع اللي جاية، يعني البضائع لسه مش موجودة، مش واصلة للمكتب الرئيسي. لو نكبس على الأبكومينج فابريكس ونتفرج ونشوف، نشوف عدة أنواع من الأقمشة بشكل متنوع وبشكل مثل ما تشوفوا. تمام، هذه كلها أنواع الأقمشة. طبعا أي نوع، في ناس يقولون الصور صغيرة، أي نوع إذا تشوفون عليه مثلا هذا النوع، لو أكبس عليه كبسة ثانية، أكبس على C details بشوف هذا، بكبس على هاي بيطلع لنا صورة ثانية. تمام، موضح فيها الرسمة، هي هذه لأنها مخططة، فصورة من بعيد وصورة بشكل أقرب. إذا مثلا ما تشوفون، تمام، حتشوفون على الجزء الأيمن راح تشوفون اسم القماش، حتشوفون محتوياته، حتشوفون معلومات كاملة عنه. تمام، أنا برجع وبرجع وبنرجع على الصفحة الأساسية اللي هي صفحة الفابريكس، اللي هي كل أنواع الأقمشة موجودة هناك اللي موجودة وجاهزة. طبعا اللي upcoming fabrics تقدرون تصممون عليه لأن البضاعة مالته جاية، البضاعة كلها في الطريق. لو جينا على الفابريكس وش تفرجنا الأشياء الموجودة، كمان نفس الطريقة، أريد أفتح شيء معين أكبس عليه. تمام، راح تشوفون فتحت، طلعت لي صورة مكبرة وطلعت لي صورة من زاوية والصورة الثانية مكبرة، أشوف القماش بشكل قريب. هذه مهمة جدا تعرفوها أصدقائي. كمان طلعت لكم المحتويات. هسه نجي على موضوع السيرش. اجي انا على هذا الفيلد الموجود هنا، الفراغ الموجود هنا، بجي اكتب. طبعا احنا حتى ما نتوهكم، اللي حاضرين معانا المحاضرات يعرفون، احنا ما نحب نتوه الناس باسماء انا اسميها فضائيه، يعني ما احب اتوهكم باسماء ما لها علاقه في الوجود. ما بنستعمل اسماء تجاريه، بنستعمل المحتويات، بنستعمل الاسماء الاساسيه. يعني انا اليوم اريد ادور البيسك اللي هو كلتنا متفقين عليه، الشيفون، الكريب، التفته، تمام، الفيسكوس، الريون، الساتن، القطن، اللينن، هالاشياء هذه. انا اليوم اريد ادور على مثلا ساتن، كلمه اكتب ساتن و ادور عليه وشوف يطلع لي كل شيء له علاقه بالساتن. اي كلمه خليتها بتطلع لي اي شيء له علاقه بالساتن، بدور وبشوف الصفحات، بضل اكبس الى ان يطلع لي اللي اريده. اذا ما اريد ساتن، اريد مثلا لينن، عملت سيرش. تحتاج لكم مكان في النت شوية سريع. يطلع لي كل أنواع اللينن الموجودة، كل واحد كمان أكبس عليه بيطلع لي تفاصيله وبيطلع لي شكله وبيطلع لي صورة من قريب، صورة من بعيد، المحتويات في هالشكل هذا. أي شيء اللينن داخل فيه كمحتوى، شوفوا هذا الخامة، هذه القماشة هذه لو نشوفها ما لها علاقة في اللينن، لكن اللينن داخل فيها كمحتوى. اللي حضروا معنا المحاضرات هم فاهمين أنا شو أقول بالضبط. تمام، فهذه كانت البقية، أنا ما راح أخذكم على باقي الويب سايت، أنتوا بعدين تقدرون براحتكم. هذا الفكرة أنا عملت لكم إياها حتى بس ندخل في تفصيلة الأقمشة. كمان الويب سايت حاليا تغير وصار عليه خدمة واتساب وعليه خدمة اتصال مباشر، طورنا لكم اياه بطريقة بحيث على طول انتوا على الويب سايت تكبسون يطلع تدخلون علينا على الواتساب. وهذا كان التور اللي عملت لكم اياه اليوم، ان شاء الله حبيتوه، واذا عندكم اي اسئلة واستفسارات احنا جاهزين. تحياتي لكم.